السلام عليكم. بينما كان العالم يحتفل بيوم المعلم بداية هذا الأسبوع، احتفلت ميليشيا الحوثي والمخلوع بالأمر بطريقتها، حيث داهمت منزل معلم في محافظة تعز، وخلال المداهمة قتلت زوجته وولده وأصابت أخاه ومنعت إسعافهم وتشييعهم. ثأر ميليشيا الحوثي والمخلوع عميق وقديم مع العلم والتعليم، فالمدرسة هي أول هدف للحوثيين في كل منطقة يدخلونها، ثم ها هو الكادر التعليمي يتعرض للتنكيل الممنهج. ما حدث لأسرة المعلم طه فارع ليست أول جريمة تستهدف معلما في أسرته أو في ماله، فالمعلمون رواتبهم مقطوعة منذ عام، وفوق ذلك تهددهم الميليشيا باستبدالهم بمعلمين متطوعين موالين لها إن استمروا في إضرابهم. قضية حلقتنا في هذا الأسبوع عن أسرة تربوية أخرى تعرض أفرادها للانتهاكات بدءا بالظلم وانتهاء بالقتل، هي أسرة الموجه القدير محمد هزاع السفياني الذي قطع راتبه في البداية، ثم قتل أحد أبنائه بجريمة قنص استهدفته، ثم قتلت ابنته المعلمة إيمان وطفلها، وأصيبت طفلتها بقذيفة وهم على متن باص في الطريق. جرائم مركبة بحق أسرة واحدة من بين آلاف الأسر المكلومة في محافظة تعز. نشاهد قصة هذه الأسرة ثم نعود. إيمان بنتي مزوجة على ابن أخيم، كانت نازحة في عوبان، وقعت تزورني وقابلت قذيفة بالطريق. إيمان كانت نازحة، كانت ساكنة تقريبا بجوار مستشفى عسكري، وعند تطورت الأوضاع وتقدمت المقاومة اضطرت أو أجبرت على أن تنزح هي وأسرتها. كان زوجها طبعا موظف في الإذاعة اللي هو عبد الله السفياني، ومريض كان عنده مرض عاهة دائمة يعني، وأجبروا على أن ينزحوا للحبان. طبعا بعد ما قنص أخوها اللي هو فتحي السفياني قبل شهر أو شهر ونص من استشهادها، انتهت من عملها، كانت تعمل في مدرسة خاصة، وكانت ستعمل على زيارة مفاجئة لم تبلغ أحدا بحضورها. فجأة أخي كان يعني صهيرها أسعفها، لم يعرفها إلا في المستشفى العسكري بعد ما أصيبت، فكانت فاجعة بكل بنت عن الكلمة يعني. زوجها متوفي قبل شهر أو أقل من شهر من الحادثة، أخوها قنص قبل شهر ونص، أخوها الأول لم تمر عليه سنة من وفاته أو استشهاده إن صح التعبير، تمام. فكانت فاجعة خاصة لدى عند أبوها وأمها يعني. أبوها اللي كان مصاب بجلطة بسبب وفاة ابنه، تضاعفت القلطة وعيدت عادت له مرة ثانية عند استشهاد فتحي عند القنص، وقعت استشهاد إيمان وولدها كانت بالنسبة للأستاذ محمد السفياني ككارثة. إلى الآن لم يتعافى من جراء تلك الصدمة التي يعني ما زالت آثار النفسية والمعنوية عند لدى أسرة الشهيدة إيمان بالغة الأثر، ولدينا كلنا، لكن الأكثر ضررا تكون عند الأسرة. ابني صار فوق الموتور، خلونا للدخل هذه بتدخل عصار المطر، وانا صمنا بعد شويه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كل ما في الامر. استشهدته ابنه، هو ابنها وبنته مقروح حرق الحقين وجرح فيه، قد اخذها قدها على صنعاء ابو زوج ابن الوزير. الحوثي طبعا لا يرعى في الناس لا الا الذمه، أي منطقة يخرج منها يعمل عملية انتقام بإرسال قذائف الموت والدمار كالعادة يعني. ليست منطقتنا هي الوحيدة التي تعاني من قصف الحوثي، بينما هناك مناطق عديدة في أستذكر في تلك في ذلك اليوم أكثر من قذيفة أودت بحياة كثير من الأشخاص، تقريبا 10 في الجحملية، في ثعبات، أب أو جد وحفيده استشهدوا في تلك اليوم، عند فندق الإخوة قذيفة برضو من قذيفة الحوثيين. وهذيك قاب بنتي من حوبان شتي بصراوي وقذيفة وقحته هناك تحت الجامع حق حميرة، هي وبني ماتة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا اللي حلو عندي يا ابني. كان اشتقيت ازور انا، لا ابصر اوي ولا ابصر تاني، ما ابصرني الا ميت.
حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله أربعة ماتوا عليا. هذاك بحادث بقى هناك اسمه هنا بوادي صالح وقع حادث ومات. الحمد لله نحمده وشكره، نحمده وشكره، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، بالقتالة والمجرمين. لمن ايش ذنبه؟ آه؟ لمن ايش ذنبه استهدفوها؟ استهدفوا انه كان طلع قائب الدبابة نعمله. ما فيش عندكم خبر انك تجي تزوركم؟ لا قال اشتكي له مفاجأة، اشتكي سكتة علشان ما نقصني تقاوي. مش اني قدران لا مفاجأة. ما عدرينا الا بعد عيشة قالوا لنا قذيفة قذيفة قسمي عينك زعات الصفر هنا. قالوا لنا ما تهي وابني قهون بالثلاجة. وبنتي اكيد صنعاء هي رجلك دسترة. عملوا لي ثنتين عمليات. الله تاريخ ما ادري هنا في 21 كنا في 21 ما في 21 ما اه في 21 5 كانت كأني مفاجأة لك. ها كيف ما انا كنت اساسا انا قد شللتو شللتو بالشلل قلط من الراس شلل عندما قنص الولد هي قالت تزورني على اساس قالت تزورني تشوف انا كمان هذا بتزورك كتعزيه ايش تزور انا ايش بصرني كيف حالي كيف صحتي كيف صحتي كيف ذا ولكن لم يوفق الله سبحانه وتعالى قابلتها قريب حارتنا باعتبارها منطقة مواجهة لمنطقة أو لتبة السلال والقعشة تلقت العديد من القذائف منطقة العميري منطقة صالة الأرقم القنص والقذائف مستمرين منذ خروج الحوثي من هذه المنطقة إلى اليوم كان آخر شهيد أمس قبل أمس اللي هو في صالة في منطقة صالة تحت جامع صالة تحت قصر صالة شهيد نتيجة قنص الحوثي له في حارتنا أكثر من شهيد. الحمد لله نحمده وشكره الحمد لله. خلاص. كيف ما تلقيتي إن بنتك قاعدة تزورك وبالأمان؟ مع نعمة الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل بهون، حسبنا الله ونعم الوكيل. حاليا كيف تعيشوا هنا والقذائف دائما عليكم من جهة السباب؟ ما لهم شي نعمل. قال احنا جالسين بيوتنا اين نولي اين نسرح اين نستير لا معاشات على من دلو معاش برمضان نص معاش ودحينها بعيد عرفة نص معاش مو يجي مو يكفي مو يعمل لنا هو قاعد متقاعد يأكلون معاشات حق الناس خلاص ما يكونش موت بنتك معاكم لا ما قام ما ادري انا كان انا مريض فوق الفراش لا ادري ما يمكن اخوها داري او لا اتصل لكن انا بدقي ما ادري بالاحياء هذه كيف تتعرضوا للقذائف؟ احنا جالسين داخل محبوسين 24 ساعه كيف؟ لا نتحرك من يستطيع يتحرك الدول كلها موجودين هنا من يستطيع يسير من يستطيع يتحرك من القنص من القذائف ان لم تكن قنص وقذائف طبعا نحن نعيش حالة رعب، حالة خوف، حالة قلق، ما تدري متى تسقط عليك قذيفة، ما تدري متى يقنص عليك الحوثي. الحوثي مجرم. الحوثي وعفاش مجرمين في حق الشعب، مجرمين في حق أنفسهم، مجرمين في حق الحياة. تراهم يقصفون الشجر والحجر وكل جسم متحرك، كل جسم ثابت. يعني يعجز الإنسان عن وصف عن توصيف هؤلاء بصفة الإجرام يعني. الإجرام في حقهم قليل. ذنبش حاجة، تواجهت عليه وقذيفة. يضربوا لك عشوائي محل ما اشتقي قاع. اي هم ذنبهم ذنبهم انهم جاوا يزوروا. جاوا يزورنا. كانوا ساكنين هنا كانوا ساكنين هنا نزحوا الى الحوان. وجاءت على تزورني وانا مريض. وقبلتها قذيفه مدري قذيفه مدري كاتيوشا ما لا ادري ما وانا مريض انا ما ادري توش. والله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الأمر لله الأمر لله قصف تدمير المنازل وأنا واحد منزلي من ضمن المنازل المتضررة من قذائف الحوثي يعجز الإنسان عن حصر وجرائم الحوثي في حق هذا البلد أثر على قهوة وقلطة من قبل من ابنه الذي في الحادث واقتنص هذا ابن فتحي بعد شهرين لو شهرين على ما اقتنص وخلاص وشو ليله
الحمد لله. وبنته قا زاد وفى قا اشتزو ربي فا قا اشتي نقيد له وتواجه بقذيفة فرحة فرحتين بقذيفة الحزن. الحمد لله نحمد الله نشكره. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل بهون. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. تحبي توجهي رسالة للحكومة من ناحية الرواتب؟ مش أقول تحبي توجهي رسالة للحكومة؟ مش أقول يسمعوا خبر هذا مش أوجه مش أوجه شو أقول له يرحموا المواطنين هذون المساكين. الحمد لله على كل حال مش أوجه اللي هلو معي نساء أطفال شيوخ شباب كل جيش متحرك. المهم أنهم أينما تصل قذيفتهم أينما تصل طلقتهم هي تصل إلى تعز هذا مرادهم يعني سواء كان شيبة امرأة طفل بيت مسجد أيا كان ما دام أنه في تعز فقذيفته يعتبر أن تعز هدف بشكل عام كل ما تحويه تعز من مساكن من سكان فهي هدف الحوثيين هذا كذا نرى. هكذا تتعامل ميليشيا الحوثي والمخلوع مع تعز بالفعل كل ما في تعز من السكان والمساكن تعتبره هدفا لنيرانها ولهذا فهي تطلق القذائف بشكل يبدو عشوائيا لكنه في الواقع مصوب بدقة نحو الهدف والهدف هي تعز بما فيها من جماد ومتحرك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ينضم إلينا بعده عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية بمحافظة تعز والراصد الميداني رضوان شمسان كونوا معنا. شفتنا بالحرب الويل ضربونا احنا من القبل مضون علينا أنا كل الهدف بس الله ستر دقت بحقنا احنا المدرسة اجت الصوت قوي ودقت بحقنا احنا المدرسة بعدين دخلت أمن المقصف حقنا احنا بعدين راحت بالقم الثاني بعدين جتنا احنا الضربة ناس كلهم راحوا جت الضربة من المسجد وقالت أمن عندنا احنا قلت لي هنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الاعزاء كما ارحب بضيفي من محافظه تعز عبد الواسع شداد مدير مكتب التربيه بتعز والراصد الميداني رضوان شمسان وابدا معك سيد عبد الواسع هل لديكم احصائيه عن عدد المعلمين الذين تعرضوا لانتهاكات خاصه بهم يعني بكونهم معلمين خلال فتره الحرب؟ كعدد كرقم محدد بالضبط يعني غير موجود لكن هناك انتهاكات كثيرة وكان آخرها وأكبر هذه الانتهاكات ما حصل للأستاذ في مديرية صدر المعادن من انتهاك إلى منزله في منتصف الليل وقتل زوجته وابنه وابن عمه الذي حاول صد هذه العصابة من هذا الانتهاك. تقصد الأستاذ تقصد الأستاذ طه فارع؟ أيوة نعم نعم تفضل. أقصد هذه الانتهاكات موجودة كثيرة ومتكررة هناك أعداد ما يعني كبيرة تختطف من داخل السيارات من الخطوط الواصلة من المديريات التي تقع في إطار العصابة ومتجهين إلى مدينة تعز لقضاء بعض حوائجهم ويختطفون من الطرقات إلى المعتقلات في كثير من المعتقلات لمجرد أنهم معلمين يعني أو هناك بلاغات ضدهم يعني لمجرد أنهم معلمين وذاهبين يعني قضاء حوائجهم الرئيسية ومنها استلام الرواتب أثناء استلام رواتبهم في الأشهر الماضية التي كانت تصرف من صنعاء توضع في أماكن محددة قريبة من مراكز نفوذ العصابات المتمردة ومن حضر لاستلام راتبه يعني يختطف إلى المعتقلات من أجل أن لا يحضر معظم المدرسين ويستحوذون على هذه الأموال التي تخصهم أو الرواتب التي تخص هؤلاء المعلمين يعني جعلوا الأمر أشبه ما يكون بمصيدة إذا ما أراد المعلم
أن يذهب لاستلام راتبه، يتم فحصه، إذا كان يعني مطلوبا أو غير مرغوب به يتم اعتقاله. بالضبط هذا ما حصل بالضبط، ونصل هذا الكمين لي شخصيا قبل أن أكون مدير مكتب التربية، لكن تنبهت إلى هذه القضية ونجيت منها بآخر لحظة يعني. لو انتقلنا لمسألة قطع الرواتب المعلمين، هل تعتقد أن المسألة يعني موجهة ضد قطاع التعليم الذي يبدو أن للميليشيا معه ثارات؟ يعني هذه قضية ليس فيها حتى قليل من الشك، لأنهم يعرفون أن أركان العملية التعليمية ركنين أساسيين، المعلم والمنهج، فحورب المعلم بقطع راتبه وحرف المنهج من أجل أن يحرف العقلية الشابة في مقتبل العمر عن معتقداته الصحيحة، وهي القضيتين قضية قطع الراتب وقضية تحريف المناهج بمثابة الحرب الباردة على اليمن، يعني لجناء لأن يجنوا ثمار ما يريدوه اليوم بالقوة يجنوه في المستقبل وليس بالمستقبل البعيد بدون حرب وبدون دماء. الغرض الرئيسي هو تشويه وانحراف في معتقدات هذا البلد بالقوة، هم يريدون أن يحققوا هذا الهدف بهذا الضغط على القطاع التعليمي، قطع الراتب على أساس لا يذهب المعلم إلى المدرسة، ويعني تحريف المنهج فيما لو راح المعلم إلى المدرسة سيجد هذا المنهج المحرف أمامه، فهي خيارات صعبة، لكن هذه الخيارات كلها ستجد المجتمع اليمني بشكل عام والقطاع التربوي بشكل خاص حجرة عثرة ستقف أمامهم لتحقيق هذه الأهداف وهذه المآرب. على ذكر المدارس، ألا تعتقد أن مسألة استهداف المدارس سواء بالنصف في جميع المناطق التي دخلوها أو تحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية أو حتى استهدافها بالقنص والقصف، تعتقد أنه مثل هذه الإجراءات هي ضمن المخطط الذي ذكرته للتو؟ بالضبط تماما، يعني وكأن التعليم هو عدوهم الرئيسي قبل أن يكون لهم أعداء من البشر، هم يعرفون أن العقل المستنير لا يمكن أن يقبل بما يهدفون إليه، ولذلك من أجل تحقيق هذا الغرض الذي يريدوه فطمس هذه الهوية أو تحوية يعني الانحراف بهذه العقلية السوية المستنيرة قد يحقق لهم هذا الهدف بدون حرب، لكن هذا بعيد 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 عنهم. أنتم في مكتب التربية كجهة رسمية، هل لديكم مشروع ل يعني إحصاء المعلمين، معرفة احتياجاتهم، معرفة الانتهاكات التي تعرضوا لها، كم معلما قتل، كم معلما مختطف، كم يعني من هذه طبعاً من أنا تسلمت المكتب منذ 4 أشهر فقط في وسط العمليتين من أصعب العمليات التي تتم في القطاع التربوي، هي امتحانات المرحلة الأساسية وامتحانات المرحلة الثانوية بعدها، ولا نزال إلى الآن في استكمال الإشكالات المتعلقة بهذه الأمور، وهناك فرق الآن تشتغل في مجال التوجيه، في مجال التعليم، في مجال الحقوق والحريات الجهة القانونية، الجميع يعمل ليلا ونهار لأن قواعد البيانات الموجودة كاملة، أخذها أمراض النفوس الذين كانوا في المكتب وانتقلوا إلى الحوضان للعمل في صفوف الجهة الأخرى، يعني نحن الآن ننشئ قاعدة بيانات من الأساس إن شاء الله خلال أيام وتكون هذه الأمور واضحة بشكل أكبر، هي موجودة الآن، القوى العاملة موجودة ومعروفة، الطلاب موجودين، المدارس التي فيها إشكالات تم إحصاها وتم تسويقها في كثير من المنظمات لعمل حلول ولو بالشكل المؤقت ولو بالشكل العاجل لاستقبال الطلاب، لكن كلها أعمال يعني ليست مبنية بناء كامل على قاعدة بيانات أساسية، لأن قواعد البيانات الموجودة والمتلاكمة لأعوام سابقة أخذها مرضى النفوس ممن كانوا في المكتب وذهبوا إلى المكان الآخر. نعم، اسمح لي سيد شداد أن أنتقل إلى ضيفي الآخر الأخ رضوان، أنت كنت راصد ميداني ورصدت ضمن عملك واقعة قتل المعلمة إيمان السفياني، وهي قتلت خلال أيام صعبة شنت فيها ميليشيا الحوثي المخلوع حملة يعني هجوم بالقذائف على أحياء متفرقة من المدينة، هل يمكن أن تحدثنا عن هذه الحادثة؟
نعم، هذه الحادثة حدثت في يوم الأحد 21 مايو 2017، تحديدا في الساعة 5:15 من مساء ذلك اليوم يوم الأحد، وهو أن حدثت سقوط لقذيفة هاون على باص أجرة كان يقل مجموعة من الركاب، ومن ضمنهم الأستاذة إيمان محمد هلزع السفياني. نعم. طبعا الأستاذة إيمان محمد هلزع السفياني هي أرملة منذ فترة قريبة، كون زوجها توفى وهي في منطقة الحوبان، نزحت من آثار الحرب واستقرت في الحوبان مع زوجها. توفى زوجها ولم يتمكن أهلها من زيارتها أو تقديم العزاء، فبدلا من أن يقدموا لها أهل العزاء جاءت هي من منطقة الحوبان لزيارة والدها وكي تستقبل العزاء. فلدى وصولها إلى منطقة الحميراء في صالة سقطت هذه القذيفة، قذيفة هاون، تناثرت منها شظايا. أصيبت إيمان محمد هزاع السفياني عمرها 35 سنة، أصيبت بعدة شظايا في جسدها، شظايا متفرقة في جسدها. وكذلك توفت إلى جانبها طفلها مهند عبد الله عبد الحفيظ السفياني عمره 11 سنة قتل في نفس الواقعة. نعم. وأصيبت ابنتها شهد عبد الله عبد الحفيظ السفياني بإصابات بشظايا في رجليها عمرها 10 سنوات، وأصيب أيضا 3 آخرين من ضمنهم سائق الباص. طبعا هذه الحادثة لم تكن هي الوحيدة في ذلك اليوم، حيث كانت من يوم 21 مايو حتى يوم 23 مايو، أو تستطيع تقول حتى 26 مايو، كان يوما حافلا، حيث كان يتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم الفائت طبعا. نعم. في أواخر شهر مايو بدأت عودة بعض الأسر النازحة خارج مدينة تعز، عندما شعروا بشيء من أمل وأمان ذهب الناس للأسواق لقضاء حاجتهم ولشراء مقاضي لاستقبال شهر رمضان الكريم، إضافة إلى مصادفة هذا التاريخ لليوم الوطني. نعم. وهو ما رأيناه مؤخرا أيضا في ليلة السادس. نعم. والعشرين من سبتمبر، حيث انهارت الميليشيا بالهجوم. لا هذا الـ أنا أتكلم عن 26 مايو، مارس 21 مايو حتى 26 مايو. مايو عموما. أيوة بالضبط. 21 مايو حتى 26 مايو 2017. نعم. كانت مدينة تعز المحاصرة تعيش حالة من يعني قذائف وحمم الموت تساقطت على أحيائها من قبل جماعة الحوثي المسلحة والقوة الصالح المتمركزة خارج مدينة تعز، وتحديدا في شرق مدينة تعز ومناطق شارع 60 وما شابه. طبعا بدأ الناس يخرجوا إلى الأسواق لشراء حاجتهم لاستقبال شهر رمضان. نعم. فبدلا من أن يعني كانت قذائف الموت تتوزع على الأحياء السكنية في مدينة تعز محاصرة عدة أحياء، وهذه الأحياء والتي رصدنا فيها انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظة في ذلك اليوم، بدءا من منطقة الحميراء في صالة التي استشهدت فيها الأستاذة إيمان محمد هزاع السفياني، وكذلك حدثت مجزرة مروعة للأطفال وفي منطقة الضبوعة في يوم تالي له في يوم 23. نعم. وأيضا في نفس اليوم في باب الكبير حدثت أيضا سقوط قذائف قتلت أحد المدرسين، هو مدرس من صبر الموادم، جاء نزل إلى المدينة لقضاء لشراء حاجياته. هل لديكم أنتم كراصدين في باب الكبير أخ رضوان، أنتم كراصدين هل لديكم إحصائية هكذا فئوية بالضحايا إذا ما كانوا يعني معلمين أم يعني بمهن أخرى فلاحين؟ هل لديكم أي إحصائية عن استهداف المعلمين تحديدا؟ وهذا ما أرمي الوصول إليه. نحن نقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام. نعم. ونسمي مهنة الضحية، نسمي مهنة الضحية إذا كان معلما نعمله معلما. نعم. وإذا كان غير ذلك نفعله. مفهوم مفهوم، لكن طبعا. هل قمتم بإحصاء على أساس المهن؟ نعم، استمارة الرصد الخاصة بالرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان تتطلب اسم الشخص وعمره وكذلك مهنته وحالته الاجتماعية وهكذا، هذه متطلبات أي استمارة الرصد. نحن نقوم برصد هذه الانتهاكات ونقوم بتصنيفها، نقوم بأرشفتها، نجهز ملفات خاصة بهذه الوقائع. فما تعرضت له الأستاذة إيمان محمد هزاع طبعا
انه سقطت القذيفه، قتل فيها ايمان وابنها، واصيبت ابنتها، واصيب سائق الباص وايضا اثنين اخرين الى جانبهم. نعم. ايمان لم تكن تعلم انها ستلاقي حتفها في ذلك المكان، كونها انتقلت من الحوبان الى 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 والدها. كانت نعم شرحت هذه هذه التفاصيل، لكن انتم كراصدين ما هي اهم المعوقات؟ دعنا نستغل هذه السانحه لنعرف ما هي اهم المعوقات التي تعترض عملكم في الميدان. حقيقة المعوقات كثيرة، لكن سنتحدث عن أهم المعوقات التي تعترض عملنا كراصدين. طبعا هو الشيء الأهم أو المعوق الكبير هو عدم وجود وعي لدى بعض ذوي الضحايا أو من الضحايا أنفسهم. نعم. وذلك يتمثل في تحفظهم عن الإدلاء ببيانات حول الواقعة أو منعنا من التصوير لغرض التوثيق، وكذلك عدم وجود وعي لدى معظم المدنيين. هل هو انعدام للوعي ام خوف من الاستهداف تاليا فيما لو يعني قدموا هذه المعلومات؟ ربما طبعا مبرراتهم اننا نخاف ان نتعرض لشيء من هذا القبيل. نحن بدورنا نقنعهم ان عملنا هو غرض رفض وتوثيق هذه الانتهاكات. نعم. فاذا اردتم ان ننشرها يمكن ان ننشرها، واذا اردتم عدم النشر نحن لا ننشر شيء لا تريده. طبعا نعم. هذا نقولها لاي ضحيه او لذوي الضحايا. تقدرون يعني الموقف حسب يعني الوضع. نعم. ولا يمكن ان نقوم برصد حاله من الحالات الا بعد ان نتاكد من موافقتهم على هذا الشيء. تمام. اسمح لي سيد رضوان ان اعود الى ضيفي السيد عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية بمحافظة تعز. هل لديكم أي مشاريع موجهة لمساعدة المعلمين كشريحة مستهدفة على ما يبدو بشكل خاص بالانتهاكات، وبالتالي يجب أن يقابل هذا نوع من المساعدة الخاصة أيضا؟ والله احنا اكبر هدفنا الآن ان نثبت لهذا المعلم راتبه الأساسي. نعم. وهذا ما نسعى إليه الآن بكل قوة وجدية، وتم التواصل مع الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والذي يزور محافظة تعز في هذه الأيام إلى اتفاق حول قضية الراتب، وأن تعتبر محافظة تعز من المحافظات المحررة في حالة ما إذا تم صرف الراتب لأي من هذه المحافظات المحررة يصرف أسوة بها بمحافظة تعز. يعني مكرونة أصبح الراتب مشروط بما يصرف في المناطق الأخرى. أيوة، يعني أصبح هذا قد هدف، لأنه كان لمدة 11 شهر سابقة. نعم. يصرف في بعض المحافظات حتى المحررة ولا يصرف في محافظة تعز. كيف تنظرون سيد عبد الواسع؟ التقارير المكذوبة والمغلوطة التي ترفع ضد محافظة تعز بأنها لا تزال محافظة تحت قبضة الميليشيات، وأن هذه الأموال تذهب للميليشيات وتذهب للعصابة التمرد، يعني أمور مخالفة تماما للحقيقة والواقع. سيد عبد الواسع، محافظة تعز. سيد عبد الواسع لو سمحت لي، كيف تنظر كتربوي ومسؤول تربوي إلى الحراك المطلبي أو الحقوقي الذي يقوده اليوم في قلب صنعاء المعلمون بحثا عن حقوقهم، وهم يعني يناشدون دوما الابتعاد عن التجير السياسي للموضوع، لكن أنتم كمعلمين وزملاء لهؤلاء كيف تنظرون إلى نضالهم هذا؟ هذا هو الطريق، هذه بداية الطريق الصحيح في نيل الحقوق والحريات في وقت واحد. نحن نشد على أيديهم ونبارك لهم هذه الخطوات، وندين كل الاعتداءات والإشكالات التي يتعرضون لها سواء في القطاع التربوي أو في غيره. نحن ندعو إخواننا المعلمين في كل المحافظات، في كل محافظات الجمهورية وفي كل مديريات محافظة تعز، على أن نقف صفا واحدا للمطالبة بحقوقنا سواء من السلطة الشرعية أو من الجهات الأخرى. نحن كقطاع تربوي يجب أن ننأى بأنفسنا عن الجانب السياسي تماما، وأيضا يجب أن تنحى بنا هذه يعني حتى الحكومة الشرعية وغيرها عن هذا الجانب، عن الجانب السياسي والمواحكات السياسية. نحن هدفنا إيجاد الوعي الذي يحصن المجتمع من مشاكل قادمة. في حالة السكوت وفي حالة يعني الرضوخ لمتطلبات هذه العصابة بقطع المرتبات وإغلاق المدارس، نحن نهيئ
لحرب قادمة ولكنها حرب باردة وليست حرب عسكرية. يعني ما لم يصلون إليه في الحرب العسكرية سيصلون إليه بطمس الهوية وطمس يعني والانحراف بهذه العقلية. نعم. عن طريق إعاقة المعلم عن أداء واجبه. وكيف يعاق المعلم عن أداء واجبه؟ بالإغفال أو القطع بحقوقه الرئيسية. وضحت الفكرة سيد عبد الواسع، وضحت الفكرة. وأعود إلى ضيفي أيضا رضوان من محافظة تعز. إذا ما كان لديكم أنتم كراصدين ميدانيين عاملين في القطاع الحقوقي، أي رسالة تودون يعني استغلال هذه المساحة لطرحها؟ رسائلنا لثلاث فئات. رسالتنا كراصدين أو كناشطين حقوقيين في محافظة تعز، أولا رسالة للمجتمع الدولي، نطالب الأمم المتحدة الضغط على جماعة الحوثي وعصابة المخلوع صالح وإلزامهما بعدم التعرض للمدنيين وعدم استهداف الأحياء السكنية. ثانيا تفعيل القوانين والمعاهدات الدولية الصادرة عنها والمصادق عليها من قبل اليمن فيما يتعلق بحماية المدنيين وتجنيبهم موئلات الحروب وإلزام الأطراف المتحاربة بقوانين الحرب. هذه هي رسالتنا للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي. أما رسالتنا للسلطة الشرعية، نريد منهم وبشكل عاجل تفعيل الأجهزة القضائية بما يضمن حقوق المدنيين واستقبال البلاغات والشكاوي والتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين وإحالة مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة. نعم. كما هي رسالة أخيرة نوجهها لجماعة الحوثي المسلحة وقوات صالح بضرورة التزامهم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤكد على ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم موئلات الحروب. وأيضا نطالبهم وبشكل عاجل بالتوقف الفوري عن أعمال القصف والقنص التي تستهدف المدنيين والأحياء السكنية بمدينة تعز وغيرها من المدن اليمنية التي للأسف. الرسالة الأخيرة أشك أنها ستصل إلى هذه الميليشيا المعتدية. الأستاذ عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية بتعز والراصد الميداني رضوان شمسان أيضا كنتما معي من مدينة تعز، شكرا جزيلا لكما. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة من برنامجنا هذا. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الأستاذ التربوي محمد هزاع السفياني، تم الرصد بأمان الله.